والله نشوف عادي انه من حقه يعني كمواطنه ليبيه وهذا ولدها انه هو ياخذ الجنسيه الليبيه. الليبيه المتزوجه من غير ليبي انه تمنح الجنسيه لابنها برابطه الدم. نهائيا لا، هذه انا ما ضدها. لو اندارت القوانين والضوابط اللي انتم تحكوا عليها كله معها ولا شو؟ منح الجنسيه الليبيه لابناء الليبيات المتزوجات بغير الليبيين. قرار صدرته حكومة الوحدة الوطنية من فترة قصيرة، قرار قسم الشارع بين معه وبين ضد. اللي يقولك هذا قرار مليح وفي وقته، حيث إن الليبية هذه بنتنا واختنا والقلب ما يريد وتتزوج من تبي. وفي اللي جاي ضد الموضوع يقولك هذا الموضوع بيساهم في زعزعة الأمن أكثر ما هو متزعزع، وبيمزق النسيج الاجتماعي أكثر ما هو متمزق والدواهية. فبين معه وبين ضد وبين اللي جاي في النص، استقبلوا أول فريق. الحمد لله. مني؟ بشير محمد أمين، طوال عمر 23 عام، طالب كلية قانون، عضو سابق في اتحاد طلبة جامعة طرابلس، وناشط في المجتمع المدني. كل شيء يدير فيه الله يبارك. والله ما مخلي حاجة. علاء الدين بن حمادة، 28 سنة، مصرفي ورسام تشكيلي. الله يبارك. خولة العريفي، 24 سنة، طالبة طب بشري، وعضو سابق في اتحاد كلية الطب البشري. الله يبارك. طبعا فكره برنامجنا تعرفوها كده، نطرح فكره، طبعا في فريق ثاني حيكون ضد فكرتكم على المقترح او الفكره يعني اللي بنهدزوا فيها اليوم. قبل ما نبدا وقبل ما نتقامزوا طبعا الطاوله، نبوا شنقاويكم نص 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 نص. اطلب ما تتحشمش علي انا اليوم. بندق معك كريمه. انت تدفع؟ ايه بندفع. تم. انا كابتشينو. كابتشينو كريمه نص نص. تم. هاي تفضلوا على الطاولة شوية وجوكم اللي ما يحبوكمش. الله أكبر. مدين شو الأخبار؟ سلام ورحمة الله. نظمة نظمة أنت نظمة. الحمد لله 100%. بين مني أنت؟ محمد حمودة، 25 عام، نقف كلية الهندسة قسم هندسة مدنية، ونخدم في إدارة مشروعات. الله يبارك. أميرة مصطفى أحمد، 34 سنة، هيئة دعم وتشجيع الصحافة وإعلامية إن شاء الله. الله يبارك. جهنة الجلوشي، 23 سنة، طالبة في كلية الإعلام، نشطة في المجتمع المدني ومديرة مكتب إعلام. فقبل كل شيء شنقاوتك يا معدلة؟ معدلة. ايه معدلة. ثلاثة معدلة. انبهت ثلاثة معدلة. خلاص تفضلوا. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص نص. طبعا زي ما نعرف برنامجنا حواري شبابي، لو حولهم فكرة ونجيبوا لي معه ونجيبوا لي ضد. طبعا حلقتنا اليوم تديو على منح الجنسية الليبية لأبناء الليبية المتزوجة بغير الليبي. طبعا عندنا فريق معه وعندنا فريق ضد. قبل ما نبدو الحوار، نبوا من الجمهور يصوت، نبوا نشوف رأي الجمهور، هل أنتم مع منح الجنسية الليبية لأبناء الليبية المتزوجة مش ليبي ولا ضد الفكرة؟ طبعا عندنا فريق معه. هلاش معه أنت؟ مع منح الجنسية، لأن الجنسية حق أصيل كما لليبي المتزوج من غير ليبية أن يمنح الجنسية لأبنائها، كذلك مشرع كفل إن الليبية المتزوجة من غير ليبي إن تمنح الجنسية لابنها برابطة الدم، يعني كالقانون الليبي، وهذا حق أصيل ومن حقهم إن يطالبوا به، ولهذا أنا مع القرار. شنو أنت؟ والله أنا عندي رأي تاني الحق. قصدي أوكي، هو إحنا تو في الوقت الحالي اللي إحنا فيه تو، يلا نسلكمونا، لأن في ناس قصدي تانية يعني قصدي مشاكل صايرة تو في البلاد من تزوير دي الأرقام الوطنية للجنسيات للأمور هذه بسبب الربكة، مخليها تو مش احنا في باب احنا نفتحه، قصدي شوكك على روحنا وندخله في موضوع ان احنا نفتحه باب، يعني احنا نعطي جنسيات ل يعني لفئة كبيرة يعني من المجتمع المفروض تكون يعني هي، لكن ممكن تكون يعني في تسهيلات في حاجات تانية تنعطى. يعني كنت مركز معها هلبة، وكل كلمة قالها الحق انا في حاجات نوافق عليها، بحكم ان لازم الشيء هذا باش يندار لازم تبدا فيه هيكليه مديرتها الدوله، ان هي تبدا مش مجرد شيء عبثي او عشوائي ان هو يندار. بس في نفس الوقت احنا المراه الليبيه هي نقدر نقول ان هي امنا واختنا وزوجتنا وبنتنا، فهي لازم تلقى ظهر يقدر يساندها في الشيء هذا. هي في النهايه عندها حق زيها زي اي امراه ثانيه في ليبيا، فالشيء هذا يعطيها الامان ان انا راه في دوله ممكن تساعدني في الشيء هذا، وممكن ان هي تريحني ان انا نضمن مستقبل اطفالي وصغاري. فلو كان الشيء هذا بيسكروه او ممنوع ان اي حد ياخذ الجنسيه هذه، بيخليها هي ديما يعني خايفه ان هي تخش في الزواج من غير الليبي. نعم. شنو ضد
وبشدة لعدة أسباب. أول سبب الديموغرافية الليبية، الأمن القومي ثاني سبب، ثالث سبب النسيج الاجتماعي. طبعا أنت بتجيب عادات وتقاليد غير عاداتنا وتقاليدنا، إحنا مجتمع ليبي ومعروف، قصدي بلد المليون حافظ. تمام، أنت لما بتجيب لي رجل أجنبي بيتجوز بليبية وبتعطي الجنسية لأبنائها بأما حق؟ لو هي مثلا على سبيل المثال زي ما قلتي أنت تزوجت أجنبي وجابت الأطفال، هي باي هم تربوا ونجابوا في ليبيا وكبروا في ليبيا، يعني هم كانوا جزء لا يتجزأ من المجتمع بتاعنا، قروا معنا وخدموا معنا وكانوا مساهمين. لكن معلش سمحني في نقطة، فضلي. بوهم منين؟ أجنبي. إيه يتبعوا جنسية بوهم. بس هو عاش هنا صح ولا؟ حتى لو عاش قصدي ما لهمش الحق انهم ياخذوا جنسية. الأبناء زي ما قال لك زميلي علاء، الأبناء بينشئوا في البيئة هذه، بيتربوا في البيئة هذه، فبطبيعة الأمر تلاقيهم متربيين على العادات والتقاليد هذه. اليوم حتى لما نلقى ابن مواطنة في الشارع أو في الأماكن العامة، يعني أنت من وين؟ لما يقول لي مثلا أنا من البلاد كذا كذا، فلن نستغرب يعني كيف أنت معقول، يعني تلقيه مهتم بالموروث الثقافي الليبي. وفي أجانب يعني لا أب ولا أم ليبيين ومتربين هنا ومهتمين بالموروث الثقافي هذا. يعني موروث ثقافي ما تجيش تقول لي انه بيتاثر، ممكن يكون في تاثير بسيط، تاثير بسيط في بعض الحالات، الحالات هي تعتبر استثناء والاستثناء لا يقاس عليه في الموضوع هو. انت قلتي باي حق؟ ايه بسيطه مختصره، بحق الدم، نص جيناته جايين من ليبيا صح؟ ايه هذا حقه، ولو مش حقه مش حيوقع اتفاقية. يعني في فكرك احنا كمواطنين مهما نكونوا قارين وكل شيء، مش حنكونوا نفس مستوى الفكري واستراتيجي متاع تفكير الشخص اللي اعطى القرار هداي، فهمتي؟ فكل شيء مدروس. لما بتعطاها الجنسية لأبنائك وانت متجوزة من غير أجنبي بتهدد الأمن القومي، كيف؟ كيف؟ سامحيني سامحيني، الولاء للوطن هدف القلب عزيزتي، سواء لليبيا ولا لمش ليبيا. تمام، لما هو عايش هنايا تي هم مش ليبيين وعايشين هنا، ولاءهم 100% لليبيا. توا انت شوفي انا اسمعيني لو سمحتي، تقدر يعني اسمعي هذا الموضوع ليه حل. شوف وضع البلاد يا قاضي، شوف الامن القومي، شوف لي حاجه، شوف الامن القومي، شوف لي وضع البلاد، شوف الديموغرافيه، شوف النسيج الاجتماعي، شوف لي هلبه حاجات ما تاخذكش العاطفه. في الاول بكل انا قلت لك علاش معه، قلت لك معه لان حق قانوني يعني ضمن المشرع يعتبر في قوانين تأسيسية للدولة من قانون سنة 51، يعني ضمن حق الجنسية برابطة الدم، رابطة الدم سواء من الأب أو من الأم. لكن في المستقبل أو في التشريعات اللي جت بعد تشريع 51 لقينا أن المشرع بدأ يهمش في المواطنة واهتم بالمواطن، رغم أنك فل حق المساواة، خليك من الاتفاقيات الدولية الموقع عليها ليبيا في الموضوع هو يعني أنه يحق للمرأة الليبية أن تمنح جنسيتها. انت بتبيش تمنح الجنسية مثلا في مواطنات ليبيات يقولوا انا منبيش نمنح الجنسية لأبنائي، هذا كشيء ممكن يخصهم. لكن شوفوا حتى الدول الثانية كيف تمنح الجنسية لأبنائها، يعني شيء هو ودول عربية يعني كذلك، مش نقوله دول أوروبية أو مغير ذلك، يعني هل غيرت من ثقافتها؟ هل غيرت مثلا من العادات متاع المجتمع متاعها؟ هذه أولا. وتاني شيء إن علاش قلت لي أنت من وين تحق للجنسية الليبية؟ هي تحق لبرابطة الدم اللي منحها لي دستور 51، وتاني شيء الاتفاقية الموقع لها ليبيا اللي هي اتفاقية سيداو، رغم تحفظت على بعض البنود لكن ما من ضمن البنود الموافقة عليها اللي هي بند المساواة بين المرأة والرجل في موضوع منح الجنسية. يحق للمرأة أن تمنح الجنسية ويحق للراجل أن يمنح الجنسية لأبنائها صح؟ بالضبط، يعني هنا عند الحق القانوني برابطة الدم قلت لي صح ولا لا؟ تمام. طبعا كويس. هو ميوله لبلده، مثلا متزوجة أردني أنا، ميول تمام. أبنائي لوين؟ ولا للأردن يعني مش ليبيا. لو أنا لمن حيا أخويا بشير الجنسية الليبية فلي حق في التشريعات صح ولا لا يا قاضي؟ ولي حق في الانتخابات، بأي حق أنا بنعطي ابني اللي متجوزة من أجنبي بنعطيه جنسيتي؟ رابطة الدم اللي هو مثلا إذا كان أحد الأبوين عندك صلة يعني ببلد معين، هذه موضوع رابطة الدم ما نحكي لكش على الولاء، موضوع الولاء وانتماء لأما بلد. أنا نقول لك أبناء المواطنات الليبيات اليوم اللي مولودين هنا في ليبيا، لو تطلع للشارع مثلا وديري أي استبيان أو أي استطلاع تسألي أي ابن مواطنة ليبية تلقي عايش حياة الليبيين، يعني تقولي له أنت ولائك اليوم ممكن بلاد بو ما يعرفهاش. خلينا واقعيين، يعني ممكن بلاد بو تقول لهم هل تتمنى أن تزور بلاد بوك؟ مرات يقول لك عندي البلدين متساويين.
لكن اختيار شريك حياتها فقط، مش الجنسية باش نعطاها جنسية وتهدد لي أمن قومي وتهدد لي رابط اجتماعي. أعطيني أمثلة دقيقة، ما تقوليش أمن قومي، رابط اجتماعي، نسيج اجتماعي، أعطيني أشياء ملموسة يعني فعلا، أعطيني قضية هددت الأمن القومي. الأمن القومي يعني وين زعزع الأمن القومي؟ بيشوف البلاد، وضع البلاد يا بشير، متسببين فيه أبناء ليبيات. نعم، وضع البلاد أبناء ليبيات متسببين فيه. لما حاجة جديدة تخش ديما تتحارب تنصد، لأن إحنا كشعب فعلا منغلق، عندنا خوف. لكن لما تندار، أو مش حتى لما تندار، لما تنطرح وتتهدرز فيها وتفتح عقلك شوية، بيك أنا صارت المشكلة هذه نقدر نحلها، مش عارفين حتكون ناجحة. لا لا لا، جماعة الشعب كلها مع احترامي، عامة لما تخش علينا حاجة جديدة علاش نحاربها؟ لأن عندنا خوف منها. فيها ليش خوف منها؟ زي ما نقولوا إن كنت متجوزة مصري، ما هي تمام، أنت متجوزة مصري تمام، الأجنبي هذا عندك منها 3-4 صغار، ما هي مشي وخلاك لا طلقك خلاك لا فوق لا لوط، ما هي انت الاجنبي هذا بتتوكلي لوين؟ للسفاره الاجنبيه اللي من وين ما كان. باهي لو الليبي تمام هيمشي اول سجل مدني رقم وطن تمام شهاده ميلاد بخمسة دقائق، احنا لبلنا اختصروا السجل المدني ان شاء الله يوم 2 أسبوع 10 أسابيع. انت بتختصري في السفاره ماشي وجاي واوراق ومواضيعك، وانت مش مطلقه، لو مطلقه ورقه الطلاق زي ما قال علاء تفيدك، بس انت ما عندكش ورقه الطلاق. باهي عندنا فقره توا فيديو، تفرج على فيديو باهي فيها راي الشارع الليبي، سالناهم نفس السؤال اللي سالناه لكم توا يعني، مع ولا ضد؟ فكان الفيديوهات يا ريت تورونا يا اولاد. والله نشوف عادي انه من حقها يعني كمواطنه ليبيه وهذا ولدها انه هو ياخذ الجنسيه الليبيه. بعض الليبيين يشوفوا انه والله في امتيازات للجنسيه الليبيه زي منحه الارباب وما الى ذلك والمواطنه، نشبح فيه موضوع أنها هي ليبية يعني بالأصل بالأب والأم بالمعيشة معانا، من حقها أن ولدها في الأخير يتمتع بالجنسية الليبية. طب مثلا الرجل من حقها أنها كانت زوجة مسلمة مش مسلمة، ليبية مش ليبية، أن هي يأخذ كل حقوقها في الطفل أبناء جنسيتهم في منحها الطبيعية أوتوماتيكية. لكن المشكلة أن عند المرأة لما تتزوج مش ليبي بتتعرض لعدة مشاكل، منها الأطفال أحيانا ما عندهمش حتى مستندات، ما حش يقدروش حتى يسافروا، فبالتالي من حقه أن الطفل ياخذ الجنسية بتاع أمه. مفروض يعاملوا معاملة ليبيين، لأن نسق وثيقة حقوق الطفل بتقول من حق الطفل في بيئة آمنة، حق الطفل في الحياة، حق الطفل في بيئة نظيفة، يعني إحنا نقوله أول حاجة نضمن له حقه في البقاء وحقه في الحياة. حق لهم زي ما حق لنا أن يأخذوا جنسية، لأن في نعرف عندي أقاربي زوج واحدة فلسطيني، فلسطيني يمنعنا دخول هالبا بلدان، فالصغار عندهم جنسية فلسطينية والأم جنسية ليبية، فأي سفرة أي حاجة تكون صعبة بالنسبة لهم. يمكن لكن في ضوابط معينة، ممكن في دستور أو في قوانين تضبط حقوق معينة، لأن نهائيا لا هذه أنا ما ضدها. طبعا شفنا الفيديوهات تقريبا كلهم مع المنح، إلا الأخير يعني اللي هو مع ولكن يعني مع ولكن ضوابط دستور. لو اندارت القوانين وضوابط اللي انتم تحكوا عليها تولوا مع ولا شنو؟ بنعرف قصدي شن يعني بكي تقول شنو بيصير فيهم الصغار، واحد قصدي هم مش عندهم جنسية ثانية بياخذوها ولا غضوا يعني، لكن هم تربوا كما عطناهمش الليبية معناها خلاص بيعطناهمش بس غديقة، بس احنا كما عطناهمش بس بوت ليبي معناها خلاص هم بيقعدوا بلا جنسية، ما بياخذوا جنسية بهم وبيمشي بيصوت مثلا في بلاد ثانية وبيصوت بعد تبيه يصوت حتى في البلاد اللي احنا فيها. وقصدي مش هذاك الموضوع يعني الخطير هلبع الصغار، قصدي يعيشوا هنا يعيشوا عادي، مش احنا مش هنقول لهم عاش ديو اصحاب، لا ما تصاحبش هواء مش ليبي يديروا عادي، هم يدوروا على صعوبات يعني في المؤسسات وفي حتى الخدمه عندنا زمان دكاتره مش ليبيين ويعطوا في الجامعه مش مشكله، وفي من يخدموا في جهات شركات اتصالات ويخلصوا اكثر حتى من الليبيين. باه عندنا تو فقره، طب تختاروا واحد من ثلاثه ما يتكلم باه بلكي يقنعكم انتم ويقنع الجمهور اللي مصوت بدايه الحلقه. هادي مني تبوا هادي أنا نفسي هادي. هو ما شاء الله بصراحة نقاشاتكم كلها جميلة، لكن الله يبارك أثر الحديث ولا exactly. كلمة شلبة معنا أنا قصدي تعطفي ما عندي كلمة كلها متعطفة معك، الأرض كوكب الأرض كلها متعطفة معك، أنت تحاول يعني تقنع الناس في 30 ثانية إنك شني إنه كلامك صح، خاطر في تصويت حيتغير عليك. أول حاجة إحنا أنا ضد، لأن إحنا تو في ضجة وفي دوشة، إحنا يعني بعد كل البعد إحنا نزيد دوشة تانية، لأن موضوع بياخذ هلبة وقت وهلبة مصاريف وهلبة حاجات وبيفتح بيبان تانية على ناس من أماكن يعني. أول حاجة مش كل يعني حد أمة ليبية معناها كويس زي ما الليبيين هم نفسهم مش كويسين كلهم يعني، في منهم مكي وفي منهم مكي،
يعني فيه فئات من المجتمع الله اعلم يعني منين بتطلع لنا بتقولنا لا انا عندي والله حناي ليبيه نبي حتى نبدا ليبي. تموا 30 ثانيه 30 ثانيه هم انت راب انت 30 ثانيه هم من يدوي باو قاعده خوله خوله هاي عندك 30 ثانيه 1 2 انا شايفه ان الليبيه جزء لا يتجزأ من المجتمع. لما ما نعطوش صغارها الجنسية نصعب وفها على بنت بلادنا. تمام، صغارها بوهم مهما يكون يعني في الأخير بياخدوا من أمهم عاطفهم وكل شيء، يحبهم لبلادها وكل شيء. لو أمها ما عندهمش ولاء مش غلطهم هم أنهم ما عندهمش ولاء، وكل مشكلة لها حل، كل مشكلة ذكرتها في لها حل 100% يعني ينهاها المشكلة. أنتم مكبرين الموضوع وأنا شايف أن فيه حلول. شوفي أنه موضوع صغير يعني لحظة مش صغير تموا 30 ثانية هم لحظة بس تموا 30 ثانية ما نعرفش ما نشوفش حد يعني اقتناع بكلام الثانية قاعدين مسكرين روسكم يعني به. طبعا عندنا بنشوفه طبعا تصويت الجمهور بنشوفش إنه اقتنعتوه ما اقتنعتوهمش. شفنا رأي الجمهور طبعا بداية الحلقة، بداية الحلقة الجمهور كان 60% مع و40% ضد. بعد ما تكلمتوا بسم الله ما شاء الله بديت 70% مع يدكم ادوش و 30% ضد. نوري نكونكم انستوري وجودك 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 قيمته القدر. نور على القهوة انت. لا لا عادي مش خلصنا انا منورين اخوتي، حلقة باهية حلقة جميلة. طبعا المشاهدين ما تنسوش تعلقوا تعطونا ارائكم في التعليقات تحت الحلقة، تقولوا لنا شنو رايكم مع ضد، شنو رايكم في الحلقة، شنو رايكم في الضيوف. منورين هلبا وان شاء الله نتلاقوا الحلقة الجاية.